صافا انت واش تقدر تقول؟ هل من الممكن ان تستنجد الكاف بعد 3 سنوات او اكثر بالجزائر لاحتضان كاس امم افريقيا؟ ولا قبلت الجزائر صافي سي غراف، احنا ما لازمش نقبلوا، مساله شرف. انسحبنا من 2027 ومن بعد يوليو لعندنا، ولا قبلنا سيك ما على بلاش واش انا نديروا. لا هذه ما نقبلوهاش. يعني هذه مساله سياديه درك تخرج من النطاق الرياضي باش نتفاهموا. هذه مساله سياديه، احنا انسحبنا لانه الجزائر ما حبتش. واش راكم تقولوا نتوما؟ قالت ان كما قالت لك الاتحاديه بررت ان الاتحاديه بررت قرار الانسحاب بان الجزائر وكره والاتحاديه الجزائريه لكره القدم تنوي تنظيف بيت الاتحاديه، المنافسه على الجبهات، تنظيف المنتخب الاتحاديه المحيط المتعفن الذي عاث فسادا في الاتحاد. من هذه النقطه واش نربحوا ماديا؟ لان باش ننافس في الخير هما راح تخسر اموال، راح تخسر اموال واموال كبيره، تصرف اموال كبيره. حنا ماديا راح نستفادوا هذه الاموال اللي نصرفها من على كاس افريقيا اللي ننظمها في الجزائر. في الوقت الحالي انا نشوف الانديه تاعنا مفلسه، الاتحاديه افلست كلش، مي هذه الاموال نوفرهم للاتحاديه تاعنا ونوفرهم للانديه تاعنا ونخدموا يعني كره محليه.